أحضرتنا لي محمد صلى الله عليه وسلم إكرام الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما بدا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القريب. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأنفسنا أهلنا أموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك أمانك عيادك جوارك بكل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي حسد وذي شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جمنا بالعافية والسلامة وكنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مجيبات الندامة الآن والأولاد إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا وأحزاننا وكاشف كروبنا وصحة وعافية في أسادنا ونور اللهم به بصائرنا أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا. واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. واحفظنا أولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم باعد الشيطان في ذرياتنا. اللهم باعد الشيطان في ذرياتهم. اللهم باعد الشيطان في ذرياتهم. اللهم أنزل البركة والسكينة في ذرياتهم. اللهم أنزل السكينة والبركة في ذرياتهم. اللهم أنزل السكينة والبركة في ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله. برحمتك يا ودود. برحمتك يا قهار. اللهم رب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا. واحفظ اللهم نساءنا. واحفظ اللهم نساءنا. واحفظ اللهم نساءنا. وانصر اللهم شبابنا. وانصر اللهم شبابنا. وكلنا صاحبا في سفرنا. وكلنا صاحبا في سفرنا. وخليفة في أهلنا. وخليفة في أهلنا. وخليفة في أهلنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك هذا الزواج. اللهم بارك هذا الزواج. اللهم بارك هذا الزواج. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم أنبتهم نباتا حسنا. اللهم جنبهم من الفتن ما الأقارب والجيران والأصدقاء. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجنة المتقين إماما. وصلى الله على نور الأنوار وسر الأسرار وتلياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد النبي الأمي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Banar susu, banar susu. Banar susu, kari samaan, samaan. Bismillah. Kena pergi buat. Aku tengah ni, aku memang. Kari bu, kari bu, kari. Kari. Bismillah, bismillah. Kena bara. Mangzia. Bismillah. Kuat ya, bila bila. Kari bu, kari bu, kari. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. أنت ربي وعلمك حسبي فنعم ربك ربي ونعم حسبك حسبي. أنت تنصر من يشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة والحركات والسكنات والكلمات والإرادات من شكوك الظنون وهم ساتات القلوب وطعلاء الغيوب. فقلب تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقين والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. أمين. وسخرت النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أمين. وسخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام. أمين. وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام. أمين. وسخر لنا كل البحر هو لك في رضا والسماء والملك والملكوت. أمين. بحر الدنيا وبحر الآخرة. أمين. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كافها يا عيني صاد. كافها يا عيني صاد. كافها يا عيني صاد.
انصرنا فإنك خير الناصرين، افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها من علينا من خزائن رحمتك، وحمنا بها حمل كرامتك مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا وسلامة العافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون، شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه، وعنت الوجوه الحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، طاسين طاسين ميم حا ميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، حاميم 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 حاميم، هم الروم وجاء النصر علينا لننصرون، حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير، بسم الله بابنا تبارك خطاينا ياسين سكفنا كافها يعني صادق كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله Shiloh nam denge shorasi sa,
Siuni shiwa ni mwenza mwenje Chini kojiyo na mlenje shora sisa Ajina tibara koti na shunga nguto ntesa Hewe 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 Mtate rininde mgu Dao haripata kwa jariba ngojo liwa Siuni shiwa ni mwenza mwenje I can't see. 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 I can't